طيب إذا استيقظت وما صليت وما توضيت وما ذكرت الله أصبح خبيث النفس كسلان، استعذ بالله دائما منه. من الحلول أيضا إذا أن تفارق الفراش وأنت نايم، تفارق الفراش مباشرة. ترى بعضنا يقوم بالتقصيد، طيب إن شاء الله، وبعض الأمهات بعض الأبواب راحت بويتها، ها يضرب ألم يا فلانة يا فلانة قومي، الله يرحم والديك، تكفين صلي، طلع الوقت وأنا أمس خوف، يلا أنت يا فلان خف الله، اتق الله، قم اذكر اللي عنك غني يا ولدي خف الله. حتى بعض الأمهات تبكي عند الباب، وبعض الآباء يتحسر، بعض الآباء يروح يصلي ويرجع على طول من صلاة الفجر، وده يذكر الله، وده يقرأ، وده يذكر الله إلى طلوع الشمس، لكن وراه أبناؤه في ذمته في رعايته بعد رعاية الله، وكل مسؤول عن رعيته، يروح يقومهم وهذا يقومه وهذا يرش عليه ماء. وبعض الآباء يقوم في الصباح متكدر الخاطر، بعض الأمهات يطلعون أبنائها للجامعة وللثانويات وهي تبكي، الله يا رب احفظهم، ما صلوا خايفة عليهم. وأنا أقول للابن والبنت اللي تروح الجامعة وللثانوي ما صلت، أو صلت بعد طلوع الشمس، أو صلوا على الفرغة، والله إنا نخاف جميعا عليكم. طالع للجامعة تبغى المستقبل، ولا وتبي تتوظف، لا وبعد تتزوج، ما شاء الله، الله يحقق لك الأماني، لكن أنت غايب عن الله، وهذا كله بيد الله، أنت غايب عنه، كيف يعطيك إياها؟ حتى لو أعطاك، نخشى أن الله يستدرجك. فيا بني ويا بنتي، الله لا تغيب عن الاتصال به، استعيذوا من عدوكم الشيطان الذي حفر لكم خنادق. أيضا منها التواصي مع الرفقة الصالحة، الجروبات الجميلة. تمنى أحبابي الجروب الجميل اللي قاعدين، بعضنا عنده 20 جروب، يا أخي ما نتواصى على الصلاة، ما نتواصى على الإيقاظ، يا فلان قوميني، يا فلان بنصوم الخميس بكرة، يا فلان الله يجزاك خير أنا تأخرنا في النوم، والله قل لي يا أخي وانت عند الشباب في الاستراحة أنا بروح، تونا بدري أبو الشباب، تونا بدري، قل يا أبو الشباب صلاة الفجر لو تأخرت عنها لن تنفعني أنت ولا، قوموا جميعا وصلوا، قوموا حتى تستيقظوا للقاء الله. والعجيب أننا ننام أحيانا في وقت الله جل في علاه قد نزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه إلى سماء الدنيا، ويسأل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأصحابنا اشخيرهم تحت البطانيات يتأوهون ويتقلبون مساكين، غابوا عن الذي فتح باب الجنة للمغفرة وباب الرزق للسائلين، غابوا عن الله. منها أيضا تذكر الأحاديث التي وردت في النوم عن صلاة الفجر. تصوروا أحبابي، تصوروا لو أن من نام عن صلاة الفجر وجاء للمدرسة ولا للجامعة ولا صلى، نجعله يمتد على الأرض ونجيب بلكة وننزلها على رأسه، أسأل الله العافية. طبعا بعضكم يقول أعوذ بالله، طبعا أعوذ بالله، لكن يوم القيامة رأى الحبيب في منام ورؤيا الأنبياء حق أن رجلا ممتدا وملك فوق رأسه يثلغ رأسه، يضرب رأسه فينفجر وتتدهده الحجر فيأتي به من جديد، فلما سأل من هذا قال هذا الذي يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. كل واحد يحب رأسه وخايف على صحة نفسه وخايف على رأسه، يا أيها الصالح، أيها الصالح والصادق، الله يجعلنا وإياكم صالحين وصادقين، اللي خايف على صحته وخايف على مستقبله في الآخرة فليحافظ على الصلاة ولا يثقل رأسه. يقول واحد والله يا شيخ غصب عنا، كيف غصب عنك؟ الاختبارات تقوم لها، ومواعيد مقابلة الوظائف تجيها، والخطوط السعودية تجي قبل الرحلة بساعة، ومن تقول لي في الصلاة يا أخي نايم، يا أخي اتق الله في نفسك، لو أن الهم في قلبك كهم الصلاة ما نمت عنها. أيضا قبل نهاية الحلقة افرح بلقاء الله أحبابي، الله أكبر، الصلاة خير من النوم، مش معناها الله أكبر كبير سبحانه أكبر من كل مشغل لك، ثم يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، أسألك بالله هل الصلاة في حياتك خير من النوم؟ هل أنت تحب القيام أمام الله خاشعا أكثر من وسادتك وبطانيتك وفي الشتاء أو شغل السبلت وفي الصيف والجو بارد؟ هل أنت تحب هذا؟ تفرح بلقاء الله؟ الله وصف بعض عباده فقال في كتابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيهم نوم، ليه؟
لماذا تتجافى؟ لماذا يقومون يعني يتركون الفراش؟ لأنهم يحبون لقاء الله حبا وخوفا وطمعا. هل أنت هذا؟ أسأل الله. كانوا قليلا، يقول الله جل وعلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ما أجمل أن تعيش فرح اللقاء بالله. فإذا دعا المداعي الداعي فقال حي على الصلاة، فقل مرحبا بندائي ربي. هذه أيها الأحباب تطوافة في برنامج حلول لمشكلة طرحتها، لأنها أول لقاء بكم. سنلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة، والهاشتاج معكم، وكذلك البريد الإلكتروني نستقبل عبره، سيكون هناك واتساب خاص بالإعداد، هم ينقلون لنا المشاكل التي تريدون أن نتحدث عنها والحلول التي تقترحونها، وسيكون منكم وإليكم. في ختام اللقاء اسمحوا لي أن أشكر أحبتي في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة القريات. أحبابي، محافظة القريات منطقة حدودية تستقبل حجيجنا والحجيج اللي يقبلون إلينا والعمار، ويقومون بدور عظيم دعوي من إقامة محاضرات وندوات ودعوة جاليات وإقامة ملتقيات ورحلات حج ورحلات عمرة ونشر الكتاب وكفالة الدعاة، بوابة من الأجور لا حد لها. هم شكر الله لهم فتحوا لنا الباب أن نساهم معهم حتى نشاركهم الأجر. أحبابي، ليست الدعوة تسويق، وهذا الوقف أخذ فسحا من وزارة الشؤون الإسلامية، أي نحن نتكلم نظاما ونتكلم قانونا ونتكلم شرعا عبر مشروع شرعي ترعاه هذا المكتب، يرعاه، ووقف يوجد في مدينة الرياض. أحبابي، لهم فترة طويلة، والمبلغ 14 مليون، أتى بعضه وبقي البعض الكثير. والله يا أحبابي، لعل الله جل وعلا أن يكفر ذنوبنا وأن يغسل حوبتنا وأن يكفر تلك الذنوب الخفيات، واللي من وراء البيبان، واللي وإنا مسكرين وتأخر عن الصلاة وإلى غير ذلك. إذا صدقناه فتصدقنا، والصدقة سميت صدقة لأنها من صدقك، أنت تريد عوضا من الله وخلفا من الله. أحبتنا، وقفهم ينتظركم، وأتمنى تصور الشاشة اللي موجودة الآن، وصور الموقع وحطه في جروباتك وأرسلها، فالريال اللي تنفقه أنت لك أجره، والريال اللي ينفقه غيرك لك أيضا مثل أجره. من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه. أما يكفي أحبتنا رعاية هالبرامج الطيبة المباركة التي تدعو الناس إلى الخير والفضل، وتدعوهم إلى 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 خير الدنيا والآخرة؟ هذا المكتب بهذا الهدف السامي والدعوة المميزة والبرامج النوعية، والله يستحق منا أيها الأحباب أن نقف معه. وتذكروا أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وتذكروا أن اللي يدعوكم للإنفاق في وقف القريات في محافظتنا الغالية هذه، أنه هو الله الذي دعانا للإنفاق. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، وهذا من سبيل الله جل وعلا، وهذا من أوسع أبواب البر. لما؟ لأنه أنواع الدعوة إلى الله جميعا. برنامج حلول اللي يطل عليكم هذا اليوم بأول حلقة من حلقاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه وإياكم من الخالصين والمخلصين، ها سيمر بإذن الله، ويمر في كل يوم جمعة الساعة 1:30 بإذن الله ظهرا، برعاية هذا المكتب الغالي، مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بمحافظة القريات، هو يرعى حتى ترعوه. وها نحن نقدم لكم البرنامج. أتمنى وأنا أول إطلالة أطلها عبر شاشات القنوات وأكون مقدما فيه، لأني أريد أن يكون خفيفا وأن يكون بسيطا وأن يكون منطقيا مقنعا. وأتمنى أن أكون بإذن الله وصلت إلى بعض ما أريد من حلول. كانت المشكلة الأولى ثقل الرؤوس عن الصلاة وتأخير الصلاة والتأخير عن الجمع، وأتمنى الجمعة القادمة أن نجعل من برنامجنا هذا الأسبوع القادم أن نجعل تبكير الجمعة بوابة وبرنامج إن شاء الله للجمعة القادمة، دخول المسجد 8 أو 7 صباحا. في ختام هذه الحلقة تحية طيبة أرسلها لكم من عاصمتنا الغالية ومن برنامج حلول، حلول هذه المشاكل التي تعصف بنا عبر وحيين الكتاب والسنة. نلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة. أستودعكم الذي
لا تضيع ودائعه. متفايح العابير وراضي المطير، شفت ان ده سهيل في بيتنا الكبير.